يواصل النظام الإيراني سياسة الاعتقالات والتعذيب والقتل لوقف تمدد الاحتجاجات التي تطال أكثر من 70 مدينة ومحافظة إيرانية. وقد أعلن النشطاء على مواقع التواصل عن تعرض شاب لأشد أنواع التعذيب بعد اعتقاله في انتفاضة بمدينة كرج. وأعلن النشطاء عن المعتقل أرش محمدي والذي تم اعتقاله أمام مستشفى في المدينة في أول أسبوع من الاحتجاجات. كما وكشف النشطاء عن عملية اختطاف أقدمت عليها القوات الإيرانية في الفترة نفسها، حيث اختطف عناصر من مخابرات النظام الشاب بهنام جوان من منزل والده في محافظة جيلان، وتم التأكيد على عدم توفر معلومات عنه منذ يوم الحادثة.